طيب ما ده انا انتقل للاسئله، وفي سؤال ايضا خاص بموضوع البنك والتعامل مع البنك. السائل بيقول ان هو يعني كان سمع من احد العلماء عن حكم اخذ قرض سياره من البنك بنظام المعاملات الاسلاميه، يبدو بيسال عن يعني يشتري سياره من خلال بنك اسلامي يعني. فبيقول ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه وفي احتياج شديد للسياره لصعوبه التنقل، وذهب لاكثر من بنك به معاملات اسلاميه، فقالوا انه ما عندهمش تمويل لهذا النوع من السيارات لانها بتاتي استرادا من الخارج يعني. لكن هم قالوا له أن يقوم بعمل قرض من أحد البنوك العادية، ويعني يضع القرض عندهم عند البنك ويأخذ الفوائد يسدد بها فوائد البنك الآخر. فالسؤال بقى موضوعنا هو بيقول هل هذه النصيحة يعني تجوز أم لا؟ والله إذا كان في حاجة شديدة إلى هذه السيارة لا تتحرك إلا بها. طبعا أنا أشوف انه البنوك الاسلاميه كلها لا تتعامل في هذه المعامله. نعم. حتى لو لم تتعامل البنوك الاسلاميه يتعامل مع بنك عادي فرع المعاملات الاسلاميه، ذلك اضعف الايمان. يعني في بنك مثلا القاهره وبنك القاهره فرع المعاملات الاسلاميه، بنك مصر وبنك مصر للمعاملات، البنك الاهلي والبنك الاهلي فرع المعاملات الاسلاميه. يذهب الى هذا الفرع اضعف الايمان يعني. اذا يعني تحتم هذا الامر ولم يجد شيئا وكان في حاجة شديدة إلى شراء هذه السيارة يشتريها منهم مباشرة، لكن أنه يقترض قرضا ثم يدعه بالفائدة ويأخذ الفوائد الربوية يسد بها الفوائد الربوية الأخرى، فإنه قد زاد الطين بلة، لأنه أكل الربا وكان سببا في أكل الربا. بدل ما يكون سبب في أكل الربا فقط، هو أكل الربا أولا ثم أوكله للآخرين، فيتعامل معه مباشرة إذا كان في حاجة شديدة ولا يستطيع الاستغناء عن هذه السيارة. وبحث فلم يجد لا في البنوك الإسلامية الخالصة ولا في فروع البنوك العادية فروع المعاملات الإسلامية، ولم يجد أحدا يقرضه، فيكون هنا في حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.